يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. تفعيل المادة 102 من دستور. كما تعلمون لقد أكدت في مداخلتي وقد صرح على ضوء ذلك باستحالة تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية في الموعد المذكور. الوثيقة الوحيدة اللي رايحين يعني نقدموها هي وثيقة التي تجمع طموحات الشعب الجزائري. نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الأجال المحددة قانونا، وهي أجل معقولة ومقبولة. سيد مهوبي عز الدين، سيد بن قرينة عبد القادر، سيد تبون عبد المجيد، سيد بن فليس علي، سيد بن عيد عبد العزيز.